حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد المجيد المراري، رئيس منظمة إفدي لحقوق الإنسان. سيد عبد المجيد، إلى أي مدى يعتبر مطلب أصحاب المعاشات بصرف رواتبهم حق من الحقوق الأساسية في ظل الأزمات المعيشية التي يعانونها؟ نعم، صراحة يوما بعد يوم تتأكد لنا يعني انحراف هذه السياسات العمومية عن جادة الطريق، وإن كان هذا أمر أصبح مقطوعا منه وميؤوسا من الرجوع إلى جادة الصواب، على أن تصل إلى هذا المستوى بعد أن قتلت مواطنيها بالسلاح ونحن في نعيش نفحات هذه المناسبة، مناسبة فض ربعة، هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق المواطن المصري، الآن يتم قتله بأسلوب آخر، يتم قتله اجتماعيا، يتم قتله عبر منعه من العيش، عبر حرمانه من الخبز بالجوع، القتل بالجوع وهو نوع من يمس الكرامة الآدمية. وهنا نقطة التماس مع القانون الدولي الذي يمنع هذا الأمر، وهنا نقطة التماس مع قانون المنظمة الدولية للعمل التي تتحدث على أنه لكل عامل أن يكون له الحق في معاش يعني شريف، وبأن يكون له يعني راتب معاشي يعيش به، خاصة في هذه الظروف. وكل صناديق التقاعد متعارف عليها دوليا أنه تراعي بعض المناسبات الاجتماعية، سواء أنها أعياد أو أنه بمناسبة دخول مدرسي أو شيء من هذا القبيل، تراعى هذا الأمر ويقدم، تقدم بعض المعاشات، تقدم يعني بشكل مقدم عن أجالها، يعني حتى قبل حصول الأجل، لكن أن تحرم هذه الأسر من معاشتها على خدمة قدموها لوطنهم وتفانوا في خدمة وطنهم، وفي الأخير يجازون بهذا الأسلوب، فصراحة هذا أمر مستغرب جدا. طيب، ويضاف على ما تقول سيد مراري، وفي ضوء ما أعلنه أيضا مجلس حقوق الإنسان من رصد لمعاناة المواطنين المعيشية، من يتحمل المسؤولية عن تلك المعاناة؟ والله السلطات المصرية، ليس هناك ممكن يتحمل هذه المعيشية إلا السلطات المصرية بأعلى هرمها، هو الذي يتحمل المسؤولية، هو الذي أراد أن يصل المواطن المصري إلى هذا المستوى من الجوع ومن الفقر. فهذه إرادة لمن يحكمون مصر الآن في هذا الوضع، وللأسف الشديد يريدون أن يجوعون ويريدون أن يفقرون وأن يجهلون الشعب المصري والمواطن المصري. هذه إرادة من أجل أن يحقق هدف معين في المنطقة. الشعب المصري الذي كان ينعم بنوع من الاستقرار وينعم بمستويات عالية من التعليم، سيراد له غير ذلك، لأنه هناك مخططات تدبر في المنطقة، ولا نريد لهذا الشعب أن يبقى مثل هذه السيناريوهات ومثل هذه التلاعبات التي الآن ستحدث في المنطقة والتي ستغير العالم بأسره. فينبغي أن يهيئ جيلا مفقرا مجوعا مجهلا، لأن هذا الأمر سيمس التدريس. عندما تفتقد الإمكانيات فبالتالي العائلات لن يكون لها إمكانيات إلى تعليم أبنائهم، فبالتالي سنلاحظ ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ونسبة مغادرة المدرسة، لأنه العائلات الآن في إمكانياتها الاجتماعية جد جد محدودة، وهناك نسبة عالية من هناك نسبة إمكانياتها منعدمة جدا. فنحن نتحدث عن مناسبة وعلى أبواب عيد الأضحى، فربما هناك نسبة لا بأس بها من العائلات التي يصعب عليها أن توفر لعائلتها يعني هذه الأضحية. عبد المجيد المراري، رئيس منظمة إفدي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.